كشفت الفنانة فيفي عبدو من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك عن خضوعها اليوم لعملية جراحية عاجلة في الظهر. وبحسب تصريحها فإن الأطباء يهدفون من خلال هذه العملية لعلاج المضاعفات الجانبية التي حدثت لها نتيجة حقنة أخذتها عن طريق الخطأ وتسببت في تأثر قدرتها على الحركة طوال الفترة الماضية. ظهرت الفنانة المصرية في الفيديو مستلقية على سرير المستشفى ومرتدية ثياباً خاصة بالعملية، وقد ظهر وجهها من دون أي مستحضرات للتجميل، لكنها استخدمت فلتر للوجه. وضمن تصريحها نفت ما تردد عن دخولها غرفة العناية المركزة والتزامها بالحجاب وإعلانها اعتزال الفن بعد تداول صورتها داخل المستشفى، وقالت: أنا بخير الحمد لله، وكل الموضوع أني خدت حقنة غلط في الظهر. وتابعت فيفي عبدو بأنها الآن في المستشفى تنتظر عملية جراحية في الصباح الباكر، وقالت: عايزة أقول لكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات، حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا. وعبرت في المقطع المسجل عن استيائها ممن أخطأ في الحقنة قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل في من أخطأ وأعطاني الحقنة، فقد تسببت في دخول المستشفى لإجراء عملية جراحية. لتختتم الفيديو بالتوجه إلى متابعيها فقالت: ادعوا لي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبوني يدعوا لي، واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وانتم طيبين وبخير، رمضان كريم. ليظهر جمهورها المحب من خلال تعليقات تدعو لها بالخير والسلامة.